اخوان هاد الناس هادو الدراري راه كاين شي مضرور شي ماشي مضرور، وكل واحد عنده وليداتو، كل واحد عنده الكرا، كل واحد عنده الموضه، والله يكون في العون الجامع. حنا ما نهضروش بصفات عامه اننا عم كنقولوا شي كيديوه شي كيخليوه، هي اللي طاح في المقله كيتسقله، هذه معروفه، هذا هو قانون اللعبه. ولكن حنا ما كرهناش نكونوا قانونيين، ونكونوا حتى حنا عندنا لاكريماس قانونيين، ونكونوا حتى حنا كنحضروا الاجتماعات وكنسمعوا على القانون وكنسمعوا شنو كيوقع شنو ما كيوقعش، شنو كاينه في الترخيص شنو ما كايناش. ولكن الله غالب، الانسان اذا كان جبر كاينه لاكريما وعنده الخط وعنده فين يخدم، والله ما يسرق بلايص غيمشي يخدم قانوني. ولكن الله غالب، ما عنده ما يعمل الواحد، كل واحد الا ما جبرش كيمشي يسرق بزز منه بياخس. الله يكون في العون. انا كنخدم في هذا القطاع هذا شحال، وانا كنخدم في هذا القطاع هذا اكثر من 25 سنه وانا خدام في هذا القطاع هذا. يعني اللي كنبغي نقول انا في هذا الشيء هذا هو شي خدام وشي ما خدامش. كاين واحد الانسان هنايا عندنا حنايا دخلنا عندنا في الخدمه ديالنا حنايا ما كيديوهش الفوريان مره ما كيديوهش، وحنا فيما خرجوا الطونوبيرات ديالنا كيديوهم لنا بباب الدار. انا عدوا لي واحد الطونوبر حدا بباب الدار السليف ديالي، وانا الطونوبر ديالي اصلا كيبقش عليها، كيقول لك انا الطونوبر ديالك غنديوها لك، ما عرفتي علاش. كاين الناس اللي خدامين بواحد القانون عينا ما بغيو يشوفوا الحال ديال الشيء هذا والو، فهمت. وجاتنا خصوص ذات شهرين دو فوريان قاصحه بزاف، ميمكنش كاين قانون ديال الفوريان. انا شحال وانا خدام هذا الشيء هذا، انا قلت لك 25 سنه وانا خدام في هذه المهنه هذه، يعني كنعرف فوريان 8 ايام. انا اللي كنعرف القانون ديال الفوريان كاين 8 ايام ديال الفوريان، من بعد عاد ولاو بقاو كي هذاك ولاو 15 يوم. انا بيدي عندي ظروفي، هذا عنده ظروفي، هذا عنده ظروف، وكل واحد علاش الله يكون في العون. وهذا الشيء اللي عطى الله، حنا ما كرهناش يكونوا قانونيين، تكون عندنا لاكريما ونكونوا حتى حنايا كنخدموا وكنهزوا الناس بالفرح عليهم وبالفرح لينا يركبوا معانا. حنا الحمد لله ما كنعملوا حتى شي حاجه خطر، حنا كنهزوا الناس، كيكون الزحام كنفكوا الزحام، كيكون شي عرقاله كنفكوا العرقاله. ولكن الله غالب، كتجي بعض الساعات كتنوض شي بالباله صافي، الامور ديال البوليس كيعملوا خدمتهم، هذه معروفه. ولكن الله غالب، حنا ما كرهناش نكونوا متقننين وقانونيين. حنا كنخدموا كنخلفوا القانون، ما عندنا ما نعملوا، ما كرهناش امصاب، ما كرهناش وما يعطيونا شي حاجه شي لاكريمه اللي نخدموا بها حنايا، ماشي مشكله، ما كرهناش. ما كتجبرش شي لاكريمه اللي تقدر تخدم بها سينا اللي تبعد منه، يوقفك بوليسي توقف له، ماشي مشكل عادي. اصلا ولا وقفك بوليسي دابا حاليا، دابا سينا خدام ويوقفك بوليسي بزز منك تهرب له، علاش غتهرب له؟ حيت سينا خدام بدون قانون، فهمتي؟ يعني بزز منك تهرب. حنا ما كرهناش ناد السيد الوالي ان شاء الله. الخدمه هذه اللي كتعيش بها ولادك مجوج؟ انا قلت لك انا مجوج، انا عندي 19 سنه الزواج، ماشي عام ولا عامين ولا 3 سنين، عندي 19 سنه الزواج، عندي ثلاثه العواول، عندي جوج العواول كيقراو، واحد العائل ما بغاش يقرا لي، فهمتي؟ يعني عندي ثلاثه العواول كنصرف على ثلاثه اسره تبارك الله، ما عندي ما الماء والضوء والكرا وكذا. غالب الله بزز منك، هذا هو طريف الخبز ديالنا حنا معروفين. اي واحد ما كرهناش حتى حنايا نكونوا مقننين، تكون عندنا حتى حنايا لاكريمات، حنايا يعطيونا لاكريمات، الا ما عطاوناش شي لاكريمات يعطيونا حاجات اخرين، يعطيونا حتى حنايا المحلات، يعطيونا فين حتى حنا نبدلوا هذه الحرفه مره. ما عندناش، الله غالب، الانسان عنده وليداتو، انا عندي وليداتي، هذا عنده وليداتو، حنا ما كرهناش يعطيونا شي حل، الا عطاونا شي حل وجبرونا ما طبقناه شي يحكموا علينا باش ما بغاو، وهذا الشيء اللي كاين. حنا ملي كيحتاجونا باي حاجه كيجيونوا، انا ود الله قوت، انا النهار اللي احتاجوني في حسيمه انا الاولاني، ماشي دابا في الولايه بيدك غتمشي تشوف السميه والكنيه ديالي كاينه تما، ملي احتاجوني جبروني، فهمتيني؟ انا زعما شي كي مثلا شي كيديوها الفوريان وشي لا، عندك هنا واحد الزوجه مخرجين لهم شو هي قانونيا، هما مخرجين هاد الزوجه هذه قانونيا، يعني يهزوا جوج واحد جوج زوال الامن جوج بهم خدامي كيهزوا، كاين اللي كيديو كاين اللي ما كيديوش، ما عرفتي علاش كيوقف حداك بوليسي هيدا، كيوقف حدا واحد لاكريمي هيدا كيوقف حدا ما كيديهاش، حنا كيجي عندنا كيبقى يديونا الطونوبيرات من الدار، ما عرفناش الغالب الله. كنقولوا زعما سيدنا الوالي زعما شفنا الحال ذات الشيء هذا، كرهناش هنا راه الغالب الله، كرهناش الدوله ان شاء الله تربح معنا ويقتلنا القانون ديالنا، نخلصوا المخالفات، نخلصوا الضرائب، نخلصوا الارضيه، نخلصوا اي ما هي حاجه عندها في الدولة كتخلص نخلصوها ماشي مشكل.